ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحقي بيتصدم. كتير يتحذر كل ما كان كتير يتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف، اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. أو يغير في المسار، مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. بكرة سعادة الباشا، بكرة أكلمك وسلم واستلم. وليه بكرة؟ ما يكونش النهاردة ليه يعني؟ ما كنا خلصنا النهاردة وخدنا فلوس. قلقان يا سيد، قلقان. وإيه اللي قلق بس؟ ما الدنيا تمام وماشي زي الفل. إيه؟ خايف الأسراج يبيعني للغندور فتحي. وغلوتك عندي تدفعوا الثمن الجديد والقديم وخليه الحق بربتي. غبي، عامل لي فيها نوز وابو القريف وهو اجهل من دبه. معلش كله بيعدي يا باشا. على رايك كله بيعدي، هستحمل لحد بكره.
وبعد كده اخلص منه على مهلي. ده مكان الشريحة اللي هما بيدوروا عليها؟ بالظبط يا فندم. طب والكمبيوتر اللي استخدموه عرفتي تحددي مكانه؟ للاسف يا فندم انا كان قدامي حل من الاثنين، يا اما اعرف مكان الشريحة فين يا اما اعرف مكان الكمبيوتر فين. يبقى ما تعرفنيش يا ونيم، ما تعرفش مين هو فتيستان. فتيستان ماكي مشتريه عشان خاطر صندوق في عملية او عشان خاطر حتى مال الدنيا بحالها. نشوف مين اللي مستخبي هناك والعصابة دي ليه بتدور عليه بايديها واسنانها. وانا متأكد الشخص ده زي ما هو مهم بالنسبة لهم فهو اكيد مهم بالنسبة لنا، ولو وصلنا له احساسي كده هنبقى قفلنا القضية اللي منشفة رقنا ومطيرة النوم من عينينا. تعيش وتفتكر. مجيلكش في حاجة وحشة يا باشا. خير. المرة اللي فاتت لما تقابلنا في المستشفى قلت ان انا عايز اقزم ميرفت. هنا بقى ايه؟ هقزم مين؟ ده كل اللي هنا اموات. تصدق دمك خفيف وأداءك مقنع قوي. انت كان المفروض تشتغل ممثل والناس كلها كانت هتصدق تمثيلك الا انا فتحي. عموما يا باشا شوف انت عايز ايه وانا تحت امرك. المره اللي فاتت في المستشفى عملت فيلم هندي انت ومرات اخوك وانا عديته بمزاجي. المره دي بقى جاي هنا تعمل ايه يا استاذ فتحي؟ يا باشا جاي اقرا الفاتحة على روح امواتنا. تقرا الفاتحة السعادي؟ الفاتحة تتقري في اي وقت يا باشا. ويا ترى مين بقى من العائلة المصونة مدفون هنا؟ لا دي كانت واحدة ست كده معرفة قديمة، كانت جارتنا. وحياة جارتك؟ من غير تريقة يا باشا. الست دي كانت غالية عندي قوي، هي اللي ربيتني وعلمتني ولها جمال كتير قوي عليا. عشان كده لما بتوحشني وافتكرها خدت عهد على نفسي ان انا اجي على طول اقرا لها الفاتحه واترحم عليها. تصدق قطعت قلبي، ده انا ممكن اعيط وانا واقف دلوقتي. طول عمرك حسيس يا باشا. حسيس ماشي. شريف تعالى قلب البيت وطلع كل اللي معايا. طب فايدك يا حبيبي. نفس لا فخر. تمام يا شيخ. ها يا باشا طمنت انا في السليمه. انت جاي هنا تدور على مين يا فتحي؟ ما انا قلت لك يا باشا انا جاي ليه، ما عنديش حاجه تانية اقولها. بس انا بقى مش مصدق ولا كلمه من اللي انت بتقولها. اوعى فتحي تفتكر اني هغلب معاك او اني هفضل ادادي فيك كده كتير. ده انا حتى بقول عليك راجل بتفهم ودماغك كبيره وليك نظره. ما تيجي معايا دغري انطق، بدل بقى ما تضطرني ان الجا لاساليب تانية خليك تنطق بيها. وصدقني الاساليب دي لا هي حلوه ليك ولا ليا. وابواب الاذى يا فتحي مفيش اكتر منها. يا باشا انتوا علمتونا ان البلد فيها قانون، وانت لو ماسك عليا دليل واحد لازم تسلمه للنيابه والقضاء. خدها نصيحه من اخوك، وساعتها يا باشا لما تحبس ويتحكم عليا والعدالة تاخد مجراها هجيلك واشكرك عشان علمتني ان انا ما اعملش حاجة غلط. لكن من الاخر يا باشا انا ما عملتش حاجة، بالذوق بالعافية هو ده اللي عندي. يعني من الاخر انا شخص سليم
أنا في السليم يا باشا. دي المدام أصلها مستنياني عشان نخرج نتعشى مع بعض، بس واضح بقى إن أنت دماغك ناشفة، هتغلبني مش هتنطق وهتضيع وقتي وكمان هتتسبب لي في مشكلة عائلية، عشان كده أنا هسيبك وأروح أتعشى. بالهنا يا باشا، خروجة سعيدة. أنا هسيبك مع الرجالة، هما بقى هياخدوك ويعرفوا يلينوا دماغك ويخلوك تنطق لحد ما أجيلك بكرة الصبح. معتز بالإذن يا صاح سليم. أتو يا لهو يا لهو يا لهو يا أم سبتي السودة، شايفة يا بنت اللي أنا شايفاه؟ شكل يا أختي اللي أنا عملت حسابه حصل، استرها يا رب. ليلى سودة ومحببة ومنيلة ب60,000 نيلة، دي كبسة عمرنا ما شفنا زيها أبدا. وشكل يا أختي اللي اسمه غنيم والمنقل على عينه سيد ريشة فلتوا منها. بس هي الحكومة هتسكت، ده هتفضل تشمشم لحد ما تلاقيه. ويا ويلنا يا أختي يا سود لنا لو عرفت إن إحنا كنا مدارينه. اخرسي يا أختي اخرسي وقفلي بقك، مش عايزة أسمع حسك خالص، وبطلي لي الجيران والروشانة بتوعك دول، وبلاش يا أختي نقدر البلا قبل وقوم. هو لسه يا أختي ما وقعش، ما وقع خلاص. الله يخرب بيتك ويخرب بيت سنيني، يا بنت اقفلي بقك وخلاصي خالص. وبعدين يا اختي احنا مش اتفقنا؟ لا شفناهم ولا نعرفهم، وزيهم زي اي حد اجر الحشو وخلاص. اه يا بنت حد وقعك في الكلام كده ولا كده؟ لا تودينا يا اختي في 60 داهيه. هو انا يا اختي عبيطه؟ ربنا بس يستر ويعديها على خير. هتعدي يا اختي ان شاء الله على خير، بس احنا كده نبقى تقال وراسين وعاقلين. وتوبة من دي النوبه، لو النايل اللي اسمه سيد ريشه ده شاف مني ريح حلو تاني، هو او اي مطوع من طرف. هنروح على فين دلوقتي يا سيد؟ هنطلع المحاجر للطريق السويس. محاجر؟ انا خايف ان البوليس يكون لسه حاطط عينه على المحاجر. ما قدمناش سكه غير كده. بعدين ما تقلقش، الاماكن مقطوعه هناك في المحاجر كتير، وانا اصحابي هناك ياما. انتوا في وسط الصحراء، وحليني بقى قبل ما البوليس يعطر فينا. انا اللي مجنني يا غنيم البوليس وفتحي ولاد الهرمة دول، عرفوا سكتنا ازاي؟ كل غدر بيا يا سيد. سراج بعني الفتحي، وفتحي خد الصندوق، ضيعوني ولاد الكلب وسابوني على الحديدة. بس معلش، أنا هعرف أجيب حق منهم تلت ومتلت، وهدفع سراج وفتحي من دمهم تمر اللي عملوا معايا. تمام. ايوه اكرم. اكرم مين يا ماهر؟ انا ليلى. لا مؤاخذه يا ليلى، اصل مستني مكالمه مهمه قوي من اكرم، ده اللي كان معايا في الحجز. ايه يا ماهر؟ هو مش اخر مره تقابلنا فيها؟ اتفقنا انك هتتصل بيا او تعدي عليا ونخرج سوا مع بعض. الحقيقه راح عن دماغي خالص. معلش يا ليلى، حصلت ظروف كده الكام يوم دول، عشان خاطري خليها وقت تاني. لا تاني ولا تالت. بكرة يا ماهر، بكرة هنتقابل ونتعشى مع بعض وفي المكان اللي نختاره. وعلى فكرة مش هقبل منك أي أعذار. ماشي يا ليلى، حاضر، بإذن الله بكرة نتكلم ونتفق. لا بكرة أنا مش هتكلم، أنا هعدي عليك الساعة 8 وفي أي مكان أنت فيه. وزي ما قلتلك أنا مش هقبل منك أي أعذار. ماشي؟ خلاص اتفقنا. تصبح على خير. وانت من أهل. مع السلامة. الو يا اكرم، فتح لسه ما رجعش لحد دلوقتي ولا ايه؟ لا رجع ولا في اي خبر عنه. انا قلقان عليه قوي، خايف ليكون الكلب اللي اسمه غنيم ده عمل فيه حاجه. يا عم اخوك مش هفية، فاهم هو بيعمل ايه. تلاقي بس في حاجه كده زجنت معاه هيخلصها ويرجع. يا رب يا ماهر، يا رب. المهم انت بس يا اكرم،
أول ما فتح يرجع لازم تكلمني على طول عشان تطمني. طيب يا ماهر مش محتاج تقولي. مستني بكلمتك. سلام. سلام. يا ترى انت فين يا فتحي؟ وبتعمل ايه دلوقتي؟ روقوه على الاخر. شريف تقدر تاخد سارة وتمشي. لا يا فندم انا هستنى مع حضرتك. طيب استاذ مراد صباح الخير. يا تريل مين؟ اصحى معلم سيد. الحمد لله على السلامة معلم. الحمد لله على السلامة. ايه في البوقك ده؟ تعالى ورايا. ايه الغيابة الطويلة دي يا معلم سيد؟ ما كانش في شوق يا ده تريل. حاجة كانت مظلمة من غيرك والله، ده غير وقف الحال بقى. قول لي الحكومة لسه بتعاقب في المنطقة؟ بعد ما انت مشيت الحكومة جت قلبت الدنيا عليك، ولما ما وصلوش لحاجة كانوا والامور هديت على الاخر. يعني محدش بيجي يعس علينا اليومين دول؟ ساعات كده أشكال غريبة تطل علينا، تبص من بعيد لبعيد وتخلع. تقول ايه ده تريل؟ نعم يا معلمي. الهنجر اللي مهجور له ورا الجبل أخباره ايه؟ زي ما هي. لو في حد يقدر يهوب ناحية هناك، دي حتة مقطوعة وخطرة، الديابة ما تقدرش تهوب ناحيتها. هو ده اللي قال العين. بقول لك عايزك توصل الوضع ليش؟ بقول له أنا اللي بعتك. توصل البيت عندي، تجيبوا شوية فرش وهدوم وأكل واللازم منه. ماشي؟ وتجيلي. تاخدنا لو غنين في ثانية قبل النهار ما يطلع. اجري. حاصل يا معلمي. عاشق السين، كنت عارف انك مش هتغلب وهتعرف تتصرف. هذا الله بس يجي فايدة يا عم غنين. انا من ساعة ما قابلتك وما شفتش منك اي مصلحة. تزعلش مني بقى يا صاحبي، حاول تتصرف عشان انا جبت جاز. وحياتك ده طير النوم من عين الاندال دول. هتصرف ابو السيل، حقي اخده تالت ومتلت، وهعوضك عن كل اللي فات. هبغددك اخر بغدده، والا ما تبقاش غنيم عشماوي العنتيل. عارف يا طارق لما اتاخرت عليا انا كنت هغير هدومي وادخل انام على طول، بس انت بقى جيت على اخر وقت. طارق ايه ده؟ ده انت مش معايا خالص. لا لا معاكي. من ساعه ما ركبت معاك العربيه وانت ما بتنطقش ولا كلمه، كاني بكلم نفسي. معلش يا معلم، جالي مأموريه في الشغل النهارده دربكت لي الدنيا كلها. يا دي المأموريات. اسمع بقى، انت تنسى كل حاجه النهارده، اليوم ده بتاعي انا. وانا ما وحشتكش؟ لا طبعا يا حبيبتي وحشتيني.
طب قولي بقى ناوي تسهرني فين؟ اسهرك ايه بس يا نوران، احنا بقينا بعد نص الليل. بعد نص الليل؟ بعد نص الليل هو في حد طايل يا حبيبتي؟ بس انا عندي شغل الصبح بدري في المديريه. طب انا عندي اقتراح بس مش عارف هتوافق عليه ولا لا. كل اقتراحاتك بتعجبني بس النهارده بالذات تقلق. لا لا ما تقلقيش، انا شايف نروح بيتنا نطلب اكل دليفري، نسمع مزيكا، نقعد براحتنا. يا سلام نقعد براحتنا. وهي فين الخروجه دي؟ الله، هي مش الخروجه ان انا وانتي نبقى مع بعض؟ اه طبعا. يا خساره الفستان، على فكره هو تحفه عليك بجد. بس سؤال، انتي لابسه مين؟ ايه ليك طبعا. وديني شفته خلاص. قلتي ايه؟ نروح على البيت. هو ده الكلام؟ بس اسمع، ها هيبقى لي عندك خروجه تانية. يا سلام، خروجتين ثلاثة كمان. نطلب دليفري او نطلب. يلا على البيت. يلا. اول مره يعني يا معتز بيه تلجأ للاساليب الجميله دي. لا بس عشان انت لسه جديد في المباحث، وبعدين بقى طالما شغل الطبطبه مش جايب نتيجه يبقى ننشف عليه شويه. ما تنساش يا فندم ان لغايه دلوقتي فتحي ما علوش اي حاجه غلط. وهكون مصدق حكايه انه كان في المقابر بيقرا الفتح على روح حد من اهله. يا فندم اصدق او ما صدقش مش دي المشكله. المشكله يا فندم ان احنا نثبت ان اللي اسمه فتحي ده خالف القانون، ساعتها نقدر نمسكه ونسلمه للنيابه تتصرف معاه زي ما هي عايزه. لكن لحد دلوقتي البي ماشي سليم، ما صدرش منه ولا حاجه غلط. فتحي ده مش سهل، ده وراه بلاوي متلتله، وكان لازم يشوف العين الحمراء. مش هو لوحده، هو الشله اللي معاه، اكرم وتربو، لان احنا صبرنا عليهم اكتر من اللازم، وده اللي خلاهم يفتروا. يا فندم طارق بيه قال لي شد شويه، بس اللي انا شايفه ان حضرتك تقلت العيار شويتين. بعد اذنك يا معتز بيه، لحد كده وكفايه. رايا شريف، بتجمد قلبك امال؟ انت هتضعف ولا ايه؟ دول مجرمين واخدين على كده، ولو انت ضعفت معاهم لحظه هيركبوا ويدلدلوا رجليهم، وساعتها محدش هيرحمك ولا حتى انا. وريس، تمام يا فندم، المتهم استوى. عايزكم تريحوا لغايه الصبح، وبكره تعيدوا الكره من تاني. تمام يا فندم، رايح. عفالي يا معتز، سيبوا بقى الليله لحد الصبح ونشوف سي فتحي ده دماغه هتلين ويتكلم ولا هيفضل راكب دماغه. بقول لك يا معتز، روح انت وشريف نملكوا ساعتين كده ونتقابل الصبح في المديريه. يلا تصبح على خير. ممكن بقى يا كابتن تنسى معتز وشريف والشغل وتخليك معايا انا شويه؟ معتز وشريف مين؟ طب يلا ناكل عشان انا جوعت، الاكل هيبرد. لا 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 لا، نبقى نسخنه ونفطر بيه احسن. تعالى عشان وحشاني. يا طارق، وش عم بغنيم فل الفل و14 اهو. وانا من وقت للتاني يا معلم سيد اجي اشقر عليكم كده، بتكون محتاجين حاجه كده حاجه كده. لا اللي ليك ما تجيش هنا، تخلي بالك من مكان هناك، وما تجيش الا ما بعتك، سامعني؟ ماشي يا معلم. وانت عليش امورنا يا معلم، من حين واخر كده هو في المتاخر، تجيب لنا الاكل والميه واللازم منه. اي نعم. بس بقول لك ايه، تؤمر. اوعى اوعى حد يقطرك، عارف لو حد قطرك كلنا لبسنا في الحديد. ما تقلقش عليا، زقوا انتوا عجلكم بالنهار ما يطلع حد يحس بيكم. بالاذن يا معلمين. اتفضل. يا عم غنيم ساكت يعني مش سامع لك حس؟ المكان ده كئيب قوي يا سيد، هنقعد هنا ازاي؟ يعني هوديك فين يا عم غنيم؟ الساحل الشمالي؟ عشان تعرف انت وديتني في داهيه قد ايه؟ كان عندي غرزتي والسبوبه ماشيه زي الفل ورجالتي حواليا وزي العسل، جيت انت بقى يا عم غنيم عشمتني بالحلقه، رحت انا مخرم وداني، ورطتني ورطتني يا عم غنيم، ورطتني يا شر خلق الله. هو انا مغسل وضامن جنه؟
وعلى يدك. بعدين هو قضى اخف من قضى، مش احسن ما كنا اتعكشنا وشرفنا في السجن سوا؟ كان السجن ارحم، ما هو هنا زي هنا يا عم غنين. كله بيعدي يا سيد، الدنيا تروق بره بس كده وانا اطلع طلعه ارجع منها محمل باللي عوضنا عن كل اللي راح. معرفش ليه عم غنيم الكلام ده ما بقتش اكل منه. لا كل المره دي يا سيد، سمي وكل، ولو ما حصلش يا عم يبقى اعمل اللي انت عايزه. يعني ما ايدك يا عم غنيم؟ ما هو لو ما حصلش وتظبطت على الاخر وخدت حق تالت ومتلت وبزياده كمان، يبقى عليا وعلى اعدائي ويا روح ما بعدك روح، هغرقها على الكل. ما هي خربانه خربانه. على رأيك هو في أحسن من كده خراب؟ الخراب ده اللي بعده يا تفرج يا تغرق، وأنا قلبي حاسس إنها هتفرج بإذن الله. قلبك حاسس؟ آه. تصدق أقنعتني يا شر خلق الله. مين غلس بيتكلم بدري كده؟ مش عارفه. بابا هو ايه المشكله؟ هقول له ايه؟ ايه شغل المدارس ده يا نوران؟ قولي له نايمه في بيتي مع جوزي. عشان خاطري، عشان خاطري. ايوه بابا. صباح الخير. خير ايه وشر ايه؟ ايه السهبال اللي انت فيه ده يا هانم؟ اصحى من النوم مالكيش في البيت؟ ايه مالكيش اب تستأذني منه؟ انا قلت لك يا بابا اني خارجه اتعشى مع طارق. قلت انك خارجه تتعشى معاه ورجع، ما قلتش انك هتباتي برا البيت معاه يا هانم. اقدر اعرف انت فين دلوقتي؟ انا في بيتي مع طارق يا بابا. بتقوليها في وشي؟ مش مكسوفه وانت بتقوليها؟ دلوقتي بقى بيتك ده؟ وده ابوك اللي تربيتي وعشت فيه، وابوك اللي حرم نفسه من الدنيا كلها عشان يربيكي. خلاص بقى بيت غريب. بابا مفيش داعي للكلام ده، اصل طارق تعب شويه فاضطريت اروح اقعد جنبه لحد ما بقى كويس ونام. ويا ترى بقى يا ستي النهارده بقى صحي كويس ولا لسه تعبان؟ لا 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 الحمد لله طارق بقى كويس قوي. لا شوية كده وهتطمن عليه وهاجي على عندك على طول. إلهي ما يصحى خالص يا رب ونخلص منه وبالستارة ده للأبد. باي باي يا حبيبي. حاضر حاضر، مع السلامة. على فكرة بابا كده عجيب قوي. ليه؟ احنا خلاص تعودنا على كده. اسمع خليك انت نايم وانا هقوم اخد شاور بتاعي وهروح اشوف. لا نايم ايه، انا هوصلك واطلع على المديرية. خلاص هغير هدومي ونفطر سوا. يلا. يا اكرم ما تفتح يا اخي على طول. يا ماهر فتحي ما جاش؟ ساعة ما خرج امبارح بالليل وهو لا حس ولا خبر. هيكون اتأخر ليه بس؟ هو ما قالكش هيقابل غنيم فين؟ قال ان هيقابله في مكان في حوش في مقابر الامام الشافعي مطرح مكان مستخبي. غلط، احنا اتصرفنا غلط، كان لازم حد فينا يروح معاه. حاولت والله يا ماهر، لكن فتحي صمم ان هو يروح لوحده، وانت عارف فتحي. طب وبعدين يا اكرم؟ هنفضل قاعدين يعني زي الاطرش في الزفه مش عارفين فتحي حصل له ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ما قدمناش حل تاني غير ان احنا نستنى. طب ما حاولتش تتصل بيه حتى؟ اكيد يعني يا ماهر، في الاول كان تليفونه بيرن بس ما كانش بيرد، بعد كده الدنيا غير متاح.
مش عارف فتحي راح فين كل ده. انا خايف ليكون غنيم غدر بيا ماهر. بقول لك يا اكرم بلاش الفال الوحش ده. وبعدين غنيم ايه وزفت ايه؟ فتحي ياكل 10 زيه. بس لو ما كانش نشف دماغه طب كان خدك انت معاه بدل ما يروح لوحده كده. معلوم احنا مفيش حاجه نعملها دلوقتي غير ان احنا نستنى لاخر النهار وبعد كده هنروح نقيس عليه في الحته اللي كان فيها واللي يحصل يحصل بقى. ماشي ربنا يطمني عليك يا فتحي. انا شايف ان ده احسن حل يا نورهان. مش هينفع. انت عارفه كويس قوي ان انا وباباكي ما بنستحملش بعض. خلينا بعيد احسن. عشان خاطري يا طه. بابا دلوقتي صحته على قدها تعبان محتاج وانا مش هقدر اتخلى عنه لما لوش غيري. يا حبيبتي وانا من امتى طلبت منك تبعدي عني؟ حبيبي انا عارفه اللي انت بتعمله عشان يا طارق بس اعمل ايه؟ انا كمان غصب عني ما اقدرش ابعد عنك. انت بتوحشني قوي. مش انا بس وسوعة كمان. وبعدين شغلك بعيد عن شغل بابا مواعيده خالص والفيلا واسع يعني تقريبا مش هتتقابلوا مع بعض. طب ايه لازمتها بقى؟ لازمته ان انا وانت وسوها نبقى مع بعض في بيت واحد. بيت باباكي مش بيتنا. ما تقولش كده. على فكره بقى انا قلت لك 100 مره انا وسوها نبقى. وبعدين مين عارف جايز لما تعيش معانا انا وانت وبابا وسوها تقرب وجهات نظرك انت وبابا وما يبقاش ما بينكم الاختلاف ده. اللي في القلب في القلب يا حبيبتي. من ناحية اللي في القلب في القلب يا بطل فأنا متأكدة عشان انت وبابا فيكوا حاجات كتير قوي شكل بعض. يا شيخة حرام عليك. طب زي ما بقولك كده فعلا انت وبابا فيكوا شبه كبير قوي من بعض. شكلكوا كده عصبيين وقراراتكم جامدة وناشفة لكن اللي يدخل قلوب يلقاها بيضة زي القشطة. عشان قدر وحياتي يا طارق وحياتي عنك تعيش معانا في البيت ولو ما ارتحتش ابقى اتحجج يا سيدي وارجع بيتنا. شوف انا حكايه ان انا ما كنبسوها وجنبك دي انا بصراحه ما اقدرش اقاومها خالص. وتقاوم ليه؟ ما تستسلم يا باشا وترفع الرايه. ده انت ما بتصدقي بقى. من ناحيه انا ما بصدق. انا هوصل بيت بابا اريح شويه وبعدين اخد هاشم نطلع على بيتنا اجيب لك شويه حاجات واجهز لك العشاء واستنى. بنت عامل بيت دي بيزنس ومقنعة وما بتفوتش فرصة. ربنا يصبرني. يصبرني على حبك. طب انا اقصد حماية العزيز. انا قصدك ايه؟ الشاي يا عامر بيه. نايل حطه عندك. حاضر. هو مش سعادتك اطمنت على هانم الصغيرة وعرفت انها مع طارق باشا في بيتهم؟ ايه اللي مضايق سعادتك يا باشا؟ انت مالك يا بارد؟ ايه اللي دخلك انت في المواضيع دي؟ ربنا يا اخي ياخدك انت وستاره بتاعك ده انتوا الاتنين في ساعه واحده وارتاح منكم. وربنا ما يحرمنا من كرم سعادتك يا باشا. يلا غور من وش. طب روق دم سعادتك واشرب الشاي قبل ما يبرد. يا جدع غور من وش. حاضر يا باشا. صباح الخير يا هاشم. صباح الفل يا هاني. صباح الخير يا هاشم. صباح الفل يا باشا. ميرسي. صباح الخير يا عامر بيه. صباح الخير يا احلى عبد في الدنيا. اهلا يا سيدي. معلش يا بابا حقك عليا كل حاجة جت كده بسرعة من غير أي ترتيب. سامحني. سامحك. طيب يا ستي أما أنا بقى محضرة لك حتة دي مفاجأة هتبسط حضرتك قوي. تبسطني؟ خلاص ما بقاش يجي من وراك أي انبساط. طارق وافق إنه يجي يقعد هنا معانا كام يوم في البيت. واو نلم الشمل بقى يا بابا. ده اذا ما كانش فيها ازعاج لحضرتك عامر بيه. لا ابدا ما فيهاش ازعاج ولا حاجه. وبس يعني انا كنت بسال يعني ايه اللي خلاك تتنازل وتتكرم وتيجي تقعد معانا؟ يعني ما عملتهاش قبل كده. والله الضروره هي اللي بتفرض عليا كده يا عامر بيه. نعم نعم يا اخويا. طارق ما يقصدش يا بابا. طارق قصده يعني ان احنا كلنا نبقى مع بعض جنب بعض لحد ما حضرتك تبقى كويس وبعدين نبقى مطمنين عليك ونروح بيتنا تاني. لا 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 اطمن يا حظابط انا كويس كويس جدا. ما تتعبش انت نفسك. بس
قصدي حضرتك ان ملوش لزوم هاجي ولا قصدك ايه بالظبط يا عامر بيه؟ انا ما قلتش كده، انت هتقولني كلام ما قلتوش ولا ايه؟ بعدين يعني اهلا بيك في اي وقت، انما لو كنت جاي انا عشان تطمن على صحتي يا سيدي، انا صحتي زي البوم، كويسه جدا جدا جدا، بس انت ما تضغطش على نفسك. طب بعد اذنك عشان عندي شغل مهم في المديريه. سلام. طب يا حبيبي ما تتاخرش عليا بالليل، هستناك. حاضر يا حبيبتي. انا هجهز العشاء، هتيجي تلاقي كل حاجه مية مية، مش هقدر اكل من غير ما تيجي، الاكل مش هيبقى له طعم من غيرك. طبعا يا حبيبتي. بقول لك ايه، دي لسهى اول ما تصحى تديها لها. ربنا يخليك ليا وليها. ودي ليك انت يا حبيبتي، تاخد بالك من نفسك. حاضر. وانت كمان، انت مش ملك روحك. من ملك مين؟ ملكي انا والشعب. مش الشعب. سلام عامر بيه. ايه الدلع الماسخ ده؟ خلاص مفيش اي احترام للكبير؟ السلام عليكم بحبك ايه الكلام ده؟ بصي لي سوا، ايه الكلام ده؟ عيب ده، اعملي احترام بلاش ليا، اعملي احترام لبنتك. ايه شكلك قدامها وانت بتقولي الكلام ده؟ يا بابا حاول تفتح قلبك لطارق، حاول تعامله كويس، ده هيعيش معانا، وبعدين اكرام الضيف واجب. اهلا وسهلا يا ست بي، اهلا وسهلا، بس باين ان انت يعني ضغطت عليه جامد والحكايه طالعه من تحت درسه. لا من تحت الدرس ولا من فوق الدرس. يا بابا هو حضرتك ما يهمكش راحتي انا وسهى، ولا عايز طارق يفضل بعيد عننا؟ انت عايزه تمسكيني من ايدي اللي بتوجعني ولا ايه؟ انا ولا عايزه امسكك من ايدك اللي بتوجعك ولا حاجه يا بابا، بس هو حضرتك اللي مش عايزنا نعيش معاك. ايوه نوران، انت عارفه انا ما اتمناش من دنيتي غير كده. خلاص يا بابا، يبقى ده الوضع الطبيعي، ان احنا نعيش مع بعض زينا زي اي اسره طبيعيه. ومين عارف يا حبيبي، مش جايز لما تشوف طارق ويعيش معاك وتعاشره تحبه وترضى عنه؟ لا انا لا عايزه يحبني ولا احبه، هو بس يبعد عني. يا عايز يقعد معانا اهلا وسهلا يا ستي، اهلا وسهلا بيه في اي وقت، يبقى يجي يقعد معانا، مش عايز يبقى هو حر. انما مش عايز كل شويه حرق الدم، وانا مش ناقص حرق الدم من بروده وغروره وعنطسته اللي على الفاضي. مفيش فايدة، عمرك ما هتتغير يا بابا، بس برضو بنحب. مين مش بالمعدود؟
والعطا على مين يرسى يعيشين ما احناش لاقين جوكر ولا واحد.